الو الغالي حبيب احمر، طبعا هذه البناية اللي ظهري هاي كانت أسواق مركزية، أسواق مصر المركزية، كانت الموسك تتبضع من هاي الأسواق، كانت مدعومة من قبل الحكومة، يعني ماكو شيء. الأسواق المركزية أو الأورز دي باك هاي كانت الأسواق تضاهي الأسواق العالمية. فمع الأسف يعني بعد حملة ثورة الأعمار والتحرير كل البنايات تم النظر بها، ولكن هذه الأسواق لم أحد يجيهم ولا أحد يسوي له أي شيء. مهمة هاي عودة. طبعا مهمة لمدينة الموصل، ونتمنى بين أكيد شلون؟ نحن هاي المنطقة والموصل كلها كانت تستفاد من هاي الأسواق المركزية. مواد غذائية، كل الأجهزة والمقتنيات اللي كانوا يتداولون بها بالسابق، وكانت كلها من مناشئ ماركات أصيلة ويابانية مدعومة أكيد من الدولة. مطالبين أن تنعاد هذه الأسواق المركزية إلى وضعها السابق. والله فايدة للعالم، تفيد الكل، والله يبيعون ايش تريد يبيعون بها، ومدعومة من كل شيء مدعومة. هسه ما حد منه يجي، هاي مفلشة ما حد ما يجي، بس تكرم الكلاب سايحة بيها، خوش له لا يفتحوها، يعني الشباب كلها تجي تنزل هنا تشتغل. والله اريد اشلاع عليها، كل دوائر الدولة انشلعت شالوها، بس انقاذ كل الجرادي والكلاب ما شلون حتى حياية تطلع. وما ترى عليكم بالمرض. هالشون كلها تفوت على البيوت. الجرادي والحياية والإشلاب هنا 24 ساعة، الحيوانات السايبة كلها هنا. والله يعمروها يشيلوها ينظفوها، بس يعني المنطقة متأذية من العداء يعني.